نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا على عوامل الخطر، عوامل خطر الاصابه بالتهاب الكلى او البايلونيفرايتس، يعني من هم الناس الاكثر عرضه لذلك. بتشمل العوامل اللي بتزيد من خطر الاصابه بعدوى الكلى ما ياتي: ان تكوني انثى، الاحليل عند النساء زي ما قلنا قبل كده اقصر منه عند الرجال، وهذا يسهل انتقال البكتيريا من خارج الجسم للمثانه، كما ان مجرى البول بالقرب من المهبل والشرج يجعل دخول البكتيريا للمثانه اسهل. مجرد دخول المثانه يمكن ان تنتشر العدوى الى الكلى، والنساء الحوامل اكثر عرضه للاصابه بعدوى الكلى. حاجات تانيه، الناس اللي هم اكثر عرضه برضه لالتهاب الكلى او عدوى الكلى: وجود انسداد في المسالك البوليه، اي شيء بيبطئ تدفق البول او يجعل من الصعب افراغ المثانه بالكامل يمكن ان يزيد من خطر الاصابه بعدوى الكلى، وهذا يشمل حصوات الكلى او مجرى البول الضيق او تضخم غده البروستاتا لتخنق مجرى البول عند الرجل. ضعف الجهاز المناعي يمكن ان يكون في حالات طبيه من ضعف الجهاز المناعي زي مرضى السكري وفيروس نقص المناعه البشريه، او تضعف جهاز المناعه، ويمكن لبعض الادويه ايضا ان تخفض المناعه زي الكورتيزون مثلا. تشمل هذه الادويه التي يتم تناولها بعد زراعه الاعضاء والتي تساعد في منع الرافه. من ضمن الاسباب برضو اللي هي بتزود فرصه التهاب المسالك البوليه والتهاب الكلى: حدوث تلف في الاعصاب حول المثانه، يمكن ان يؤدي تلف الاعصاب او النخاع الشوكي الى منع الشعور بعدوى المثانه، ويمكن ان يجعل ذلك من الصعب معرفه متى تنتقل العدوى الى الكلى. يعني الناس اللي هم عندهم الاصابه دي ما يبقاش عندهم الشعور بان في مشكله في المسالك البوليه، وفي الحاله دي بيتطور الموضوع لحد ما العدوى توصل للكلى. استخدام القسطرة البولية: القسطرة البولية هي أنابيب بتستخدم لتصريف البول من المثانة. تستخدم القسطرة أحيانا بعد إجراء جراحي أو اختبار تشخيصي، بيتم استخدامها في الأشخاص المحصورين في السرير اللي هم الناس مثلا عاملين عمليات رايقين في السرير، واستخدام القسطرة هي مدخل للميكروب للجسم. الإصابة بحالة تؤدي لتدفق البول بطريقة خاطئة في الارتجاع المثاني الحالي، تتدفق كميات صغيرة من البول من المثانة إلى الأنابيب التي تربط المثانة والكلى، وبيكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بعدوى الكلى عندما يكونون أطفالاً وعندما يصبحون بالغين. إذا تركت بدون علاج ممكن أن تؤدي عدوى الكلى إلى مضاعفات خطيرة محتملة مثل تندب الكلى، وهذا يمكن أن يؤدي لأمراض الكلى المزمنة وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي. تسمم الدم بترشح الكلى الفضلات من الدم وتعيد الدم المصفى لباقي أجزاء الجسم، يمكن أن تسبب عدوى الكلى في انتشار البكتيريا عبر مجرى الدم. ضعفات الحمل: يمكن أن تؤدي عدوى الكلى التي تحدث أثناء الحمل إلى زيادة خطر إنجاب طفل ووزن منخفض عند الولادة. مع السلامة.